مجدداً على طاولة الجدل بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي. هذه المرة يحظر الوضع الإنساني على الساحل الغربي بالتزامن مع الخطوات الحثيثة لتحريره من قبل قوات الشرعية مسنودة بالتحالف العربي. التداعيات الإنسانية هي نقطة الجدل ومثار الحديث بدءاً ببيان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الذي قال إن الاشتباكات الجارية على ساحل البحر الأحمر أدت إلى تفاقم الحالة الإنسانية المأساوية في هذا البلد، رامياً بأسباب ذلك إلى الأنشطة العسكرية في المنطقة، فيما جاء رد الحكومة مؤكداً أن الجيش الوطني في مهمة تحرير مناطق الساحل الغربي التي يسيطر عليها الإنقلابيون، هو من صميم عمل وواجبات الحكومة كونها المسؤولة عن حماية مواطنيها. بيان الحكومة أيضاً أوضح أن هدف التحرير هو وضع حد للمعاناة التي تبدأ بالقمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع وانتهاءً بالاعتقالات والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال والقتل خارج إطار القانون والحرمان من المساعدات وتفجير منازل المواطنين. بيان المبعوث الأممي لاقى موجة استنكار على المستويين الرسمي والشعبي، خصوصاً أنه لم يتطرق إلى مسألة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت المواطنين القاطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي قبل تحريرها، سواء الساحل الغربي أو غيره من المناطق. الورقة الإنسانية بحسب مراقبين هي إحدى أوراق اللعبة السياسية، وهو ما تشير إليه طبيعة البيانات والتصريحات الصادرة عن المبعوث الأممي وبعض الأطراف الدولية والتي تتزامن مع أحداث سياسية وعسكرية متغافلة عن جذور المأساة الإنسانية التي بدأت منذ الانقلاب والاجتياح.